انا عايز اعرف احنا فين، احنا فين منكم يعني؟ انتوا يعني انتوا معايا اللي انا بقوله ده سهل ولا صعب؟ شايف ناس شايفاه سهل، في ناس مش عارف هم سهل ولا صعب بالنسبه لهم اصلا. احنا مش شرحناش حاجه، خلي بالك يعني. بص كده شباب اللي شرحناه، عشان بس الناس ما تحسش ان الموضوع بالنسبه لها صعب. احنا شرحنا يعني ايه فاريبل، وعرفنا الرولز بتاع الفاريبل، شرحنا يعني ايه فانكشن، شرحنا يعني ايه اوبجكت، وبدأنا ان احنا لسه يا دوب نتعامل مع الدوم، ازاي نجت من الدوم وازاي نسيت في الدوم حاجات بسيطه خالص اصلا، ازاي اغير اللون، ازاي اغير الباك جراوند، ازاي اغير الفونت، ازاي حاجات بسيطه خالص. خدناها بقالنا 6 ساعات المره اللي فاتت، وسته النهارده، بقى 12 ساعه على الساعات الجافا سكريبت خلصت اصلا، واحنا لسه بنقول يا فاريبل اصلا. طيب ركزت اديك مركزين كده، عرفت ان انا مركزين. تعالى بقى ناخد حاجه بسيطه، الا وهي حاجه اسمها برانش. لو حد كتب اي لغه برمجه هيعرف يعني ايه برانش. البرانش يا شباب يعني التفرع. تفرع يعني عامل ريكورد من بدري اصلا، من قبل 6 ساعات اصلا. تمام. البرانش يا باشا ان انا بسال على شرط، الشرط ده لو كان ترو هيبدا ينفذ حاجه معينه، ممكن يبقى الشرط ده فولس يحقق شرط تاني. طيب عشان نعمل برانش عندنا كذا طريقه نعمل بيها برانش. اولهم حاجه اسمها اف، اسمها مين؟ واف دي لها 3 حالات. الحاله الاولانيه، الحالة الثانية، الحالة الثالثة. ال3 حالات الخاصين بالاف، تمام؟ اسلام اسلام سي هو شكله جاي في طريق. طيب الحالة الأولانية اللي هو بسأل على الشرط، بقول اف وبسأل هنا على شرط، شرط معين. هنعرف الشرط ده يتكتب ازاي، وجوه هنا هيكون لو الشرط ده هيتنفذ هينفذ الكود ده، ما كانش الشرط ده صح مش هينفذ الكود ده. مش فاهم حاجه شو ده. صلاه سلام. تعال ناخد نوع جديد من الفاريبل، الا وهو ستيتس مثلا يساوي ترو. انا عندي فاريبل اسمه ستيتس، الستيتس ده بيساوي ايه؟ ترو. لو انا هنا قلت له alert status المفروض يطلع عليه المفروض هيطلع لي ترو. حد انا مشكك كده ليه؟ طيب ترو دي يا شباب هي نوع من الداتا تايب زي السترنج كده. ولا ايه ما طلعش؟ ما حفظتش، ما كنتش حافظ. طلع لي ايه؟ نوع زي السترنج، زي الارقام، بس نوع ولا هو ارقام ولا هو حروف، ولكن هو ترو وفولس. بيسموه حاجه اسمها بوليان. اسمها مين؟ بوليان. ليه ما صح ليه ما غلط. طيب لو انا عملت فاريبل هنا كده اسمه اكس يساوي، لو انا قلت له 77 اكبر من 99، هل ال 77 اكبر من 99؟ الشرط ده صح ولا غلط؟ خطا. فهنا النتيجه بتاع الشرط ده يا اما ترو يا اما ايه؟ فولس. فاحنا عندنا شويه اوبريتور، الاوبريتور دول خاصين بالكومباريزون بتاع الحاجه، ان انا اقارن حاجه بحاجه. كومباريزون ان انا اقارن مثلا 77 اقل من 88، كده عمليه مقارنه. انا كده بقول ايه؟ ال 77 اقل من 88. الكومبريزن اوبريتور دول يا شباب اللي هو علامه اصغر من، علامه اكبر من، علامه اصغر من او يساوي، علامه اكبر من او يساوي، علامه لا يساوي، علامه يساوي، علامه يساوي يساوي، 3 يساوي. دول ان انا بقارن قيم بقيم، دي اكبر من، دي اصغر من، دي اكبر من او اصغر من، دي اصغر من او اقل من او يساوي، ده اكبر من او يساوي، ده لا يساوي، ده يساوي، ودي برضو يساوي. انا اعرف الفرق ما بينهم. طيب لو انا جيت هنا كده كتبت هنا var x يساوي 88 اكبر من 99، كده صح ولا غلط؟ x x كده يطلع ايه؟ true ولا false؟ ايش هي؟ true ولا false دي؟ ترو ولا فولس دي؟ 88 اقل من 99؟
ترو، تطلع ترو على طول. طيب طيب لو انا قلت له اقل من او يساوي برضه هيطلع ايه؟ لو عملت كده كده ترو، ترو برضه صح؟ طيب لو انا قلت له بقى 100 اقل من او يساوي 99 ده كده ايه؟ في الحاله دي يطلع ايه؟ فولس. وهكذا دي وهكذا دي، محدش عنده مشاكل في دول صح؟ في اللا يساوي بقى، هل ال 99 لا هل ال 100 لا تساوي 99؟ ترو. طيب في بقى اللي هو يساوي، هل ال 100 تساوي 99؟ فولس ولا ترو؟ فولس. طيب طيب شايفين ال 100 دي؟ وشايفين ال 100 دي؟ لما اقول له ال 100 يساوي يساوي 100 كده يديني ترو ولا فولس؟ كده هيدينا ترو، هيدينا ايه؟ ترو، لان هو اللي يساوي بيقارن القيمه بالقيمه، ما بيقارنش التايب، ما بيقارنش ده سترينج وده نمبر، الاثنين يساوي يقارن ايه؟ الفاليو. يعني هل ال 100 تساوي 100 في القيمه؟ اه بس ده نوعه ايه؟ وده نعم التلاتة التريبل دي بتقارن قيمة ونوع، فكده يطلع ايه؟ فولس. كده يطلع فولس. ولكن لو انا قلت له 2، طيب ما تصلحش ولا لو انا عملت كده، هل ده مقارنة؟ ده كده بقول له اكس يساوي الساين، كده بقى الساين ليه، فهتلاقيه ضرب منك اصلا. لو انا قلت له كده اه اكس الساين اللي يساوي الواحده دي تستخدم للاساين، يعني بيحط ال 100 جوه مين؟ اكس. حد عنده مشكله في الاوبريتور دي؟ حد عنده مشكله في الاوبريتور دي؟ طيب تقدر تقول له كده اكس يساوي 100 اقل من 400، الشرط صح ولا غلط؟ صح ولا غلط ده؟ في بقى لوجيكال اوبريتور، لوجيكال اوبريتور ان انت بتقول له كده بص، يا اما اور يا اما اند، واور واند قد يتكتبوا اتنين اور او اتنين مين، يا اما اور واحده يا اما اند واحده يا اما اتنين اور يا اما اتنين ايه؟ اند. هنكتبها بشكل. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن تقول له اور الواحد ال 11 يساوي يساوي 11، الشرط ده صح ولا غلط؟ كله على بعضه كده. اور يا شباب عامله زي ايه؟ اللي معاه قلم وكتاب، قلم وكتاب يدخل الفصل الروم دي، اللي معاه قلم او كتاب. واحد جاي معاه قلم، قلم هيدخل ولا لا؟ واحد جاي معاه كتاب يدخل ولا لا؟ واحد جاي معاه الاثنين، واحد مش جايب حاجه خالص يدخل ولا لا؟ اور اي شرط منهم يبقى صح يبقى ترو. فهنا ال 100 اقل من 400 الشرط ده غلط ولا صح؟ غلط. فاور يقول له ال 11 يساوي يساوي 11؟ ال 100 اقل من 400 اه صح كده. طيب لو عملت كده، طيب ال 100 اكبر من ال 400؟ فولس. اور او 11 يساوي يساوي 11، الشرط ده صح والشرط ده غلط. اور لو واحد فيهم صح ده خطوه، تمام كده؟ فكده اكس تطلع ايه؟ ترو. اند اند لازم الشرط ده يكون صح والشرط ده يكون ايه؟ عملية المقارنه دي، هل الشرط ده صح؟ اند عامله زي ايه؟ اللي جاي قلم ومعاه قلم ومعاه كتاب، الاثنين اللي معاه قلم وكتاب يدخلوا. واحد جاي معاه قلم ومعاهوش كتاب يدخل ولا لا؟ واحد جايب الاثنين يدخل، واحد مش جايب حاجه خالص. فاند لازم كل الشروط تبقى ايه؟ صح علشان النتيجه تطلع ايه؟ صح. فال 100 اكبر من 400؟ السؤال بقى اللي عليه 5 جنيه عشان الناس تطلع عارفاه، نخسر خمسات وبس. طيب
ايه الفرق بين اور وتو اور، والفرق بين اند وتو اند؟ طبعا لو عرف الاولاني هيعرف الثانيه طبعا، يعني لوجيك يعني. خير خمسة اتنين. حد عارف؟ الفرق طبعا ما حدش يقول الفرق بين اند واور، انا بقول الفرق بين اور اور واور لوحدها، والفرق بين اند و تو اند لوحدها. هو اولا الناس عرفت الفرق بين اند واور، عشان ده اهم، ده اهم. الناس عرفت الفرق بين اند واور، واند بتتكتب بالشكل ده شيفت مع السبعه، واور مع شيفت مع اللي فوق الانتر. خلاص دي بنسمها كلمه اور. حد عارف؟ طيب انت بتسرش ولا ايه؟ الناس بتسرش يعني، اللي عارف يقول علشان تاخد 5 جنيه قبل ما يجيبها من السرش. ايه بدي يا ريس؟ ممتاز. وايه تاني؟ والتالتة؟ اسلام عبد الحاجة؟ ماشي. بعد تخش في الجملة والتاني تخش في الستيتمنت، حاجة زي كده. ماشي، قاعدة بالعربي وقاعدة بالانجليزي. ماشي يا اسلام. ماشي، حد هيبقى تاني؟ بلاش، هبدأ كده من عندي، هبدأ الجافا كده. هبدأ اي دي اف كده. يلا يمكن تطلع صح. ها الخمسة اتنين ما حدش عايز ياخدها من بدري. مر نسأل. طيب سأل عشان اند سأل عشان اور اور واور الفرق بينهم بسيط خالص، هما الاتنين بيؤدي نفس النتيجة بالظبط، ولكن الفرق ما بينهم ان اور اور بيسأل على الشرط، لو شرط اتحقق من الشروط اللي مكتوبه ما يكملش باقي الشروط، لان مش طبيعي ان اور تكمل ادام ما في شرط اتحقق. يعني وليكن انت واقف على الباب بتقول اللي معاه قلم او كتاب او لابتوب بيخش، سالت قال لك معاه، قلت له معاك لابتوب، قال لك اه، هل انت مستدعى او مطلوب منك تسال على باقي الحاجات؟ فخلاص اور يعني ايه معاك لابتوب او قلم او كشكول، ايه يبدا ايه يخش. انت اول سؤال سالته قال لك معايا لابتوب ادخل، صح ولا لا؟ لوجيك اسرع. انت مثلا عندك زحمه، فالزحمه دي عايز تخلصها، فهتفضل تسال على ثلاث حاجات ولا لو هو معاه حاجه يخش؟ صح. فاور اور بتعمل نفس اللوجيك ده، فبتكون اسرع بكتير في البرفورمانس. ان انا مثلا لو انا بسال عن شرط والشرط ده بيروح للداتابيز ويجي او بيعمل عمليه كالكوليشن او بيعمل حاجه معينه، فانا مش محتاج اسال على كل الشروط ادام ما هو شرط اتحقق. فازاي؟ مثلا 100 اكبر من 400 اور، انا اسف، اور 11 يساوي 11. الشرط ده وليكن اخليه بقى 1000، ال 1000 ودي خليها مثلا 500 اور مثلا 6 اقل من 7. بص كده يا شباب، 100، هل الألف أكبر من 400؟ أور جاي كلمة أور، هل ده كله لو طلع فولس هيفرق معاك في النتيجة؟ فكده كده النتيجة هتطلع إيه؟ فأند أند بيبدأ يعمل كده ما يكملش، لكن أور الوعدة بتبدأ إيه؟ آه بتمشي عليهم كلهم. إيه الاستفادة؟ الراجل ده بيقول إيه الاستفادة منهم؟ قدام لما ناخد الكلام ده في اف، احيانا انا مثلا عندي فاريبل اسمه تشانس، مثلا فرصه، مثلا الفرصه بتبدا بزيرو. حلو، فبقول له مثلا لو الباسورد صح واليوزر نيم صح والدنيا كلها صح، طبعا لو غلط ابدا زود لي مثلا ان هو خد استنفذ محاوله بلس بلس،
تمام؟ يعني انا عايز ازود المحاوله دي واحد. فهو لما يدخل يوزر نيم والباسورد غلط خد فرصه، هبدا ارجعه فرصه ثانيه، ابدا ارجعه فرصه ثالثه، بعد الثالثه اقول والله هتشيك عليه، لو التشنس دي وصلت لثلاثه خلاص قول له انتهى المحاولات مثلا نفذت. 99% 99% و9 من عشره هتستخدم التو اوفر والتو اند، نادرا جدا لما تستخدم خلاص. بس هي تبقى عارفها يعني كسؤال انترفيو مش اكتر يعني. تمام، اند اند حد عارفها بقى خلاص. اند اند العكس بقى، بيسال على الشرط، لو كان الشرط غلط يعني لو ده غلط اصلا اهو زيرو اكبر من 400، فلو هو غلط مش هيبدا يكمل، لان اند لو هو معوش حاجه من الحاجات دي كلها ما يخشش اصلا. صح لا؟ هتفهم حاجه ليه؟ طيب اخر حاجه بقى، ان انا بحكس الشرط، احكس الشرط اللي هو اقول له دوت نوت واقول له ايه 400 اكبر من 600. قبل ما احكس الشرط 400 اكبر من 600 اكبر من 400، الشرط صح ولا غلط؟ صح. لو انا قلت له كده نوت فكده نفيد الشرط، نفيد الشرط ليه؟ لو كان ده ترو خلوا لي فولس، يبقى اكس ضغط بيها لا الشرط ده صح، فكده بقى نفي. ايوه انا كده بقى نفي. حد عنده مشكله في كده؟ تعال بقى نرجع لاف بقى. اف هو ده الشرط اللي احنا بنعمله اللي هو الكومباريزن، ان انا بقارن حاجه بحاجه، فاقول له اف ال 100 اكبر من 800 alert x yes. الشرط ده صح ولا غلط اصلا؟ الشرط ده صح ولا غلط يا شباب؟ غلط، فهيطبع يس ولا لا؟ مش ينفذ الاس. فده اول حاله من حالات اف، ان انت بتقول له اف وتكتب له الشرط. شفت الاف سهله ازاي يا ريس؟ طب ده احتاج في ايه؟ مفيش برنامج يخلو من اف. اف اليوزر نيم والباسورد صح، دخله على الهوم، إلس نعمل حاجة تانية. تمام؟ طيب اف الراتب بتاع الموظف أعلى من 1000 جنيه خلي لي مثلا زود اخصم له منه كذا. الحالة التانية من اف، الحالة التانية إن أنا عندي اف وأدي له الشرط. الشرط ده طبعا السينتاكس لازم يتحافظ، مفيش سيمي كولون هنا، الشرط وأكتب الكود هنا. else معناه لو الشرط ده اتحقق هينفذ الكود ده، else هيتحقق ده معناه ان الكود ده هيتنفذ، ولو اتنفذ خلاص. لو الكود ده ما اتنفذش هيروح ينفذ اللي موجود فيه، واللي جوه الاف لو ده صح هيبدا ينفذ الكود ده، ولو غلط هيبدا ينفذ اللي موجود ايه. طيب هنا الشرط ده ايه؟ غلط فمش هيخش هنا. لكن لو انا قلت له إلس alert مين؟ ايرور، كده هيطلع ايرور ولا يس؟ الشرط غلط. طيب الحالة الثالثة من اف ان انت الله ينور عليك بتقول له هنا اف وتدي له شرط، وادي السينتاكس بتاعها إلس يا محمود وتدي له ايه؟ جنبها افايه ثانيه وتدي له شرط ثاني، يبقى هنا إلس اف وبعد كده تقول له إلس اف تدي له شرط ثاني، وهكذا هكذا 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 لحد ما تخلص كل الشروط، في الاخر تقول له ايه؟ إلس وتقفل. تمام؟ فهنا اف والس بس. الثانيه لا، انت ممكن تقول لها اف مثلا، تعالى نعمل ايه؟ فاريبل بقى نقارن بيه، نعمل فاريبل اسمه دي يساوي 55 درجه، ونقول له اف الدي اكبر من ال 90 قول لي يس. نقدر نقول له اند الدي اقل من 100، حد عارف كده معناه ايه؟ بقول له الدي لو اكبر من 90 واقل من مين؟
قول له ان الديجري بتوين 90 اند 100. كده انا بقول له ايه؟ ان 90 من 90 ومين و100. else if عايز بقى اقول له ايه؟ ده انا كمان هديك شرط تاني، هديك شرط تاني ان الدي اكبر من 80 اند الدي اقل من 90. قول له لو الدي اكبر من 80 والدي اقل من 90 يعني من 90 و100، اقول له ايه؟ بين 80 و90، ومثلا ممكن اخليه مثلا ده بي بلس وده اي بلس، يعني الراجل ده جايب جيد وده جايب امتياز. حد فاهم حاجه ولا ايه؟ تمام، حتى الاي بلس مش عايز امتياز. محدش بيجيبها اصلا. مين ده؟ طيب ولا دخل الشرط ده ولا دخل ايه؟ لان الدي ولا الشرط ده صح ولا الشرط ده ايه. طب ممكن ندوله شرط تاني يا باشمهندس؟ اهو ممكن ناخد الشرط ده نقول له اس اف الدي اكبر من 70 واقل من كام؟ 80. خلينا دي مثلا سي، اقول له من 70 لكام؟ هل الشرط ده هيتحقق ولا لا؟ ولا شرط ان الشرط ده يبدا ايه؟ ولكن لو قلت له ايلس برضه قلت له اليرت مثلا الدي ليس ذان 70، فليحصل ان هي اللي هتطلع خلاص. فا اف إلس إف إلس إف إلس إف إلس أو إلس إف إلس إف إلس إف لحد ما أنت عايز. ده الحالة الثالثة من مين؟ من إف. طيب لحد كده في مشاكل في الإف؟ ده بنسميه برانش. برانش إن أنت عندك تفرع، لا إما هتتفرع في الناحية دي لا إما تفرع في الناحية دي، لا إما هتخش في الشرط ده لا إما في الشرط ده، زي هنا لا إما نخش في الشرط ده لا إما نخش في الشرط ده. وده بيرسموه طبعا مش عارف الناس عارفه الكلام ده ولا لا، بشكل فلوت شارت كده، بتقول له ادي الستارت، واللي هو الناس بتوع الثالثه اعدادي كده بيبدا ايه ياخد الكلام ده في سنه رابعه ابتدائي باين ولا ثالثه ابتدائي اعدادي، بيبدا الكلام ده يقول له الشرط صح ابدا نفذ الشرط الكود ده، ولو الشرط ده غلط ابدا نفذ الكود ده، وفي الاخر يبدا ايه تشيك تشيك، وفي الاخر يبدا ايه يأند بقى خلاص. وده هنا يس وهنا مين نو بالشكل ده، بيسموه فلو تشارت التفرع، ان انا اتفرع هنا لا اما هنا خلاص. اللي بتقول لاخوك لو نجحت هجيب لك شوكولاته، لو سقطت هتتضرب، فما ينفعش اخوك ياخد الاثنين مع بعض. انت بعد ما تديله الشوكولاته هتضربه؟ جايز ها؟ ما ينفعش الشرطين يتحجوا مع بعض. طيب لحد كده في مشاكل في الاف اس اف اس؟ ده بالنسبه للاف. تعالوا بقى نتكلم على حاجه بقى جميله بقى، الا وهي لا مش سويتش خالص، حاجه كده موجوده يا شباب في كل اللغات البرمجه، كل لغات ايه البرمجه، حاجه بتتعامل مع الماس وحاجه بتتعامل مع السترينج. في اي تروح للسيكوال تلاقي الكام فانكشن اللي انا اتكلم عليهم دول، تروح للبي اتش بي تلاقيهم موجودين، تروح للجافا سكريبت تلاقيهم موجودين، تروح لاي لغه من اللغات تلاقي ايه الشاتل فانكشن اللي انا اتكلمهم دول. فانت عرفهم بالمره خلاص، اكيد في ناس منكم لو كتب لغات ثانيه عارفينها. عارفينها زي ايه؟ زي مثلا عايز اجيب المينيمم بتاع ارقام، عندي مضاركم عايز اجيب مينيمم، عايز اجيب الماكس، عايز اجيب اللي هو الحد المطلق، عايز مثلا اجيب مضروب الباور الاس، الحاجات اللي هي معروفه اصلا في الماس. فعلشان تعمل الكلام ده كله في كلاس اسمه ماس، كلاس ايه؟ ماس دوت، هتلاقي كل الفانكشن الخاصه في الماثيماتيكال، من ضمنهم حاجه اسمها مثلا باور، او خلينا في المينيمم دوت مينيمم. مينيمم اللي هو بتديله مجموعه فاليو 44 4 2 7 0. ايوه ماشي اتفضل. ماس دوت مينيمم بيجيب لي اصغر رقم من ضمن ايه؟
الارقام الموجوده. 44 4 اصغر رقم هو مين؟ زيرو. بترجع قيمه. ايه ده؟ هو في فانكشن ترجع يا باشمهندس؟ اه فاكر زمان حضرتك لما كنا بنقول فانكشن اسمها ايه مثلا، اسمها تيست، والتيست دي وليكن هتريترن كلمه هلو. فاكر لما كنا بنقول كده؟ طب تخيل لو الفانكشن دي بتاخد منك اكس وبتاخد منك مين؟ واروح اقول له ايه؟ اف اكس اكبر من الواي. انا كده بقول له لو الاكس اكبر من مين؟ اعمل لي ريتيرن مين؟ الاكس. قلت شيفت اف كده برجع القيمه الاكبر وخليها مثلا كلمه ماكس. انا بخليها كلمه مين؟ ماكس. انا سميت ماكس اهو. إلس رجع لي ايه؟ ايه يا شباب؟ كده بقول لو الاكس اكبر رجع لي ايه؟ إلس رجع لي مين؟ الواي. في الحاله دي لو انا قلت هنا ماكس وعطيت مثلا 77 99، في الحاله دي لو استقبلت الكلام ده في فاريبل اسمها اكس او فاريبل اسمه ريزلت، الريزلت هنا هيبقى ايه؟ هتعرف؟ ايوه 99. بس الفانكشن حضرتك دي انت اللي عاملها. ايه رايك بقى لو هو عطي لك الكود بقى جاهز بدل ما بص كنت هتكتب كام فانكشن؟ ايه رايك بقى لو انا اعطيتك بقى الفانكشن دي جاهزه؟ بس كل اللي هتعمله هتكتب ايه؟ ماس دوت مين؟ مينيموم. طلع لك ال ايه رايك كده يا شباب بعد اذنكم، بعد اذنكم يعني، يعني لو عملنا الكلام ده في ديمو لوحده عشان نجرب عليه، ديمو 7 دوت اتش تي ام ال، واعمل حاجه بسيطه كده، اعمل اتش 1 عشان اطبع فيه القيمه. بس ادي الاتش 1 ده ايه؟ حد عارف ليه عايز ادي اتش 1 اي دي؟ عشان عايز اسيلكت اتش 1 في ايه؟ في الجافا سكريبت. واحنا اتفقنا من المره اللي فاتت علشان نمسك اي اليمنت السيم اللي كان ما بيننا هو ايه؟ ادي له اي دي. فاكرين لما كنا بنقول ايه؟ عايزين نمسك ده في الجافا سكريبت، كان الرد بتاعنا على طول دايركت ادي له ايه؟ اهو اكتبها لك اهو، ادي له اي دي. ها؟ ده الدلع. عايز امسك الاليمنت ده ادي له ايه؟ طيب ايه رايك لو انا قلت له دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، الاي دي بتاعنا اسمه ايه؟ باي ايه؟ دوت انر اتش تي ام ال او انر تكست، مش هتفرق معايا دلوقتي. يساوي يساوي ايه يا باشا؟ احنا عايزين نعمل فاريبل كده اسمه ار يساوي مينيمم. لا مينيمم مش هتشوفها هنا، لازم اقول له ايه؟ دوت 77 99. كده لو حطيت له هنا الار هيبقى شايل ايه؟ هتعرف؟ 77 يا ريس شايل كام؟ طيب في ماكس هيبقى شايل ايه؟ اكبر قيمه. تمام. في بقى من ضمن الحاجات اللذيذه اللطيفه حاجه اسمها اراوند. حاجه اسمها مين؟ اراوند. ايه راوند دي؟ راوند دي بتجيب لك اكبر رقم صحيح من الكسر، تجرب لك الرقم الكسري، يعني ده 44 بوينت كام؟ تجربوه لك، راوند يعني تجرب لك الرقم ده لاقرب عدد صحيح، اقرب عدد رقم صحيح هو مين؟ فتروح تجرب لك الكلام ده هيبقى كام؟ لو انا قلت له هنا 0.1 حد عنده اي مشاكل في الراوند؟ لا مش هقول لك. احنا بندي له رقم كسري بيطلع له رقم ايه؟ صحيح. وليكن مثلا عمرك انت 23 والرقم ده 23 بوينت، الرقم ده الرقم ده اقرب عدد صحيح ليه هو ايه؟ 23. فيجرب الرقم ده لاقرب 23 اللي هو كام بقى؟ 23. لو اكبر من النص يعني مثلا 23 و60 من 100 يجربه كام؟ شفت بقى؟ في حاجة اسمها سيل وحاجة اسمها فلاور. سيل يعني سقف، بيجرب الرقم ده لأقرب عدد صحيح للأعلى بغض النظر الكسر ده أكبر من النص أو أقل من النص، يعني ده مثلا 1 من 10 المفروض الراوند هيجربه 23، لكن سيل يجربوا الأقرب عدد صحيح أعلى، دايما يجربوا الأعلى، يعني يجربوا كام؟ في بقى فلاور. فلاور يعني مش سقف ارض، الارض يجرب الاقرب عدد صحيح للاسفل، يعني المفروض تطلع كام يا غيز دي؟ بس ده الفرق ما بينهم.
في بقى فانكشن جميله جدا ما بتاخدش بارامتر، دول بياخدوا بارامتر. الفانكشن دي اسمها راندوم، عايز اسمها مين؟ الراندوم دي يا باشا راندوم من اسمها، بتعمل ايه؟ اي رقم، بتطلع رقم عشوائي من زيرو لواحد، يعني الرقم اللي هيطلع اكبر من زيرو كان الرقم ده. بس لما اعمل فلاش تاني هنعمل بقى شغل كبير النهارده ده، او الايام اللي جايه شغل كبير. جنريت باسورد راندوم، جنريت مش عارف لون راندوم، جنريت حاجه راندوم، هنعمل بقى شغل كبير. فالفانكشن اسمها ايه؟ ماس دوت ايه؟ ماس دوت راندوم. بتاخد كام بارامتر؟ زيرو، ما تاخدش بارامتر. احيانا لما بتذاكر لاخوك كده بيطفشك صح؟ ساعات يجي يقول لك ايه؟ يا اخويا يا غيث انا عندي مسألة ايه؟ مسألة معايا العلامة عندي اهو، مش عارف انت بتحل معاه ولا لا، انا عايز احرك العلامة يمين، عايز احرك العلامة شمال، فانت على طول تروح تقول له ايه؟ لو عايز تحرك العلامة يمين تضربه مثلا، تضرب مثلا في 10. حركت العلامة كم مرة كده؟ مرة واحدة. ضربت في 100، مرتين، في 1000، صح ولا لا؟ لو انت كنت عايز تحرك العلامة العكس كنت هتكسب. بس خلينا في الضرب. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني حضرتنا العلامه دي زي ما انت شايف كده عايزين نحركها كده ناحيه اليمين كده مره. لو انا عايز احركها مره بضرب في كام؟ فلما اجي هنا اضرب دي كده ماس مضروبه في 100 مثلا، كده حركتها كام مره؟ علامتين. فالرقم العشوائي هيطلع رقم عشوائي محصور بين زيرو، طبعا مش من زيرو، بين واحد، من واحد ممكن زيرو صح، من زيرو ل 99. من زيرو كام؟ عمره ما يزيد عن 99. شايفين؟ 17. لو سالتك يا غيث قلت لك انا عايز الرقم ده رقم صحيح مش كسر، شايف الرقم كسر اهو، عامل ايه الحاله دي؟ ده كسر ده. الله ينور عليك. انا قال لك ايه؟ مهندس اخد ده كل الكلام ده كله واحطه جوه ماس دوت راوند، هو جاي راوند، حط الكلام ده جوه. الكلام اللي جاله ده صح ولا غلط؟ لا ولا لا؟ لا ولا لا؟ صح. عارف ليه؟ عشان حضرته عمل ايه؟ جاب ايه كده يا شباب؟ كان بيجيب رقم ايه؟ كسري. راح عمل ايه؟ خد الرقم ده قال لك ماس دوت راوند، راح حط ايه؟ طب لو عملت كده ما ضربتش في الرقم، حد يعرف الرقم اللي هيطلع كام؟ ممكن ما يطلعش زيرو. لا اما زيرو، لا زيرو، مره زيرو وممكن واحد. انت حظك مره يطلع زيرو مره يطلع واحد، مش هيطلع بره دول. ليه؟ لان انت بتقول له ماس دوت راوند راندوم، فهو الرقم من زيرو لواحد، فانت قلت له راوند. والله لو الرقم ده كان اكبر من النص، ايوه واحد اقل. ايه رايك بقى لو قلت له مضروبه في 1000؟ كده الرقم ده هيبقى محصور بين مين ومين؟ حد عنده مشكل؟ حد عنده مشكل في ده؟ طيب ده ماس دوت راوند وده ضربت بالشكل ده. طيب في ايه تاني في الماس؟ ماس دوت لوغاريتمات، لو حد ليه في اللوغاريتمات، لوغاريتم اساس 10، لوغاريتم اساس 2، اللي هو كوزاين، ساين، تان، باور، الباور دي اللي هنستخدمها، باور 4، باور 3 كده 4 اس كام؟ 4 في 4 في 4 يطلع لك 64. غير الباور في ايه تاني؟ الجذر التربيعي. طيب في ايه تاني؟ ساين، كوزاين، دول كلهم ما اعتقدش هتحتاجهم. في ايه؟ بايت؟ الباي ده، الباي اللي هي كلكم عارفينها دي، رياضه بقى والكلام ده. ماس باي 3.14. تمام. ده كل الفانكشنز والبروبرتي. ايه ده؟ ده باي دي مش فانكشن، باي دي بروبرتي. طيب
دي كل الفانكشن موجوده في مين؟ في الماس. في بقى التعامل مع السترينج. التعامل مع مين؟ التعامل مع السترينج مختلف. مختلف ازاي؟ حضرتك السترينج بتكتب بعده كلمه دوت، ما بتقولش ولا ماس ولا مش ماس ولا الكلام ده كله. السترينجايه دوت زي ايه يا باشمهندس؟ وليكن فاريبل اسمه اكس يساوي هلو جي اس. علشان توصل للفانكشن اللي هي، خلينا بقى اهو اقول له هنا ار يساوي اكس دوت، اي حاجه سترينج تقول له دوت يظهر لك الفانكشن الجاهزه بقى الخاصه بمين؟ بالسترينج. فالسترينج مش زي الماس. الماس عشان تتعامل معاه لا بتنادى على الكلاس اللي اسمه مين، اما السترينج اسم الفاريبل اللي شايل سترينج او الكلمه نفسها، الكلمه دوت. هتفهم حاجه ليه؟ يعني مثلا لو انا عندي سترنجايه مكتوبه بص دوت، هلاقي الفانكشن على طول اكستنشن ميثود موجوده. فلو انا قلت له اكس دوت، ما هو الاكس ده شايل سترينج، فلما اقول له دوت هلاقي كل الفانكشن الخاصه بمين؟ بالسترينج. من ضمنهم حاجه اسمها كونكات. كونكات يعني كونكاتينيت اند بي اتش بي. كده بقول له ايه؟ هلو جي اس اند مين؟ عارف يعمل ايه؟ هيعمل لك الحركه اللي هو كان دايما بيعملها، اللي احنا كنا دايما بنعملها، نعمل ايه؟ اكس بلس كونكاتينيت. انا عايز الكونكاتينيت دي زي دي. فلو قلت له ار هيعمل ايه؟ حد فاهم حاجه ولا ايه؟ كونكات دي فانكشن جاهزه، هتاك فانكشن جاهزه بتستخدمها. طيب في فانكشن جاهزه تاني بقى اسمها دوت بولد، يروح يعمل لك ايه؟ يعمل لك الكلام ده بولد، خلوا لك يحطوا لك بين تاجت بولد وتاجت بولد دوت سترينج فونت سايز دوت فونت ايه سايز، وروح تديله الرقم. شفت بقى اللي احنا كنا بنعمله والهبل اللي احنا كنا بنعمله؟ حول نمبر، وبعد ما تحول نمبر مش عارف زوده، وبعد ما تزوده انت على طول انت كنت بتقول له فونت سايز تديله ايه الرقم. فانكشن جاهز ايه ده حاطط في تاجه فونت سايز. لا في حاجه بتعمل كده برضه ما تقلقش، بس دي في تاجه اصلا اسمها فونت سايز اصلا، فونت وعطاها له سايز. ايه اصلا الفانكشن دي اصلا بقى ديبريكيتد، بس ايه لو انا قلت له انر اتش تي ام ال هتشتغل. الفانكشن دي اصلا المفروض ما نستخدمهاش يعني عشان انر اتش تي ام ال، يعني هو اصلا ايه راح ازود لك بروبرتي اسمها ايه فونت سايز. لو انا قلت له فونت سايز 100 عشان اتش ولا عملت اي حاجه. طيب في فانكشن اسمها اندكس، هسيبكم من اندكس اوف ده، اسمها لينك. في فانكشن اسمها ماتش. فانكشن اسمها مين؟ ماتش دي يا شباب بترجع لاما ترو لاما ايه فولس ولا ايه، بترجع فلاج لاما ترو لاما ايه فولس. اكس دوت ماتش وادي له هنا مين؟ هلو سي شارب. تعالى اعمل له ديباج بقى، عارفين ديباجر؟ لا مش خاطف ولا حاجة. نل تاخد مني ايه وايه؟ تاخد مني ماتش. طب سيب عشان ريجر اكسبريشن. طيب في حاجه اسمها ريبليس، حاجه اسمها مين؟ ريبليس الجي اس وحط مكانها بي اتش بي. كده بقول له ريبليس من الاكس الجافا سكريبت وحط مكانها مين؟ عارف اللي هيطلع دلوقتي؟ سيبك بقى من الديباجر دي. قال له ايه؟ عرامي الكلمه مكتوبه ايه؟ في بقى حاجه اسمها اكس دوت كلهم دوت اندكس اوف، حاجه اسمها مين؟ بس بتدي له حرف ويجيب لك الاندكس بتاعه. الاندكس بتاعه يا شباب احنا خدنا الاري، الاري الاندكس بتاعه بيبدا من زيرو. حد عارف المعلومه دي ولا ايه؟ 11 55 99 اندكس 0 1 2.
احنا السترنج ده عباره عن اري من الحروف، فبقول له index of a g، خلينا h عشان h عارفينه، index of a المفروض يطلع كام؟ لو انا قلت له او بقى حد عارف ايه؟ طيب طلع 4 خلاص كده. طيب في حاجه اسمها كاركتر ات، كاركتر مين تدي له ايه؟ تدي له كاركتر ات او كاركتر ات لا كاركتر ات 0 طلع اتش، يعني الكاركتر اللي موجود في الاندكس رقم ايه؟ الكاركتر اللي موجود في اندكس رقم 4، فاهم قصدي؟ طيب كنت بتقول ايه يا ريس؟ دوت سيرش، سيرش هترجع المكان، يعني سيرش على حرف ال ال، رجع لك حرف ال ال اللي موجود في المكان. الجايه دي بقى مهمه جدا اعرفها بقى، صلاه الله. دوت سب اس تي ار وسب سترينج، عارف اللي هو ايه؟ بقسم الكلمه، بعمل منها سلايس، باخد منها جزء. سب تي ار سب سترينج يعني قسم الكلمه، خد منها وبتاخد منك التو بارامتر، اول حاجه فروم، ثاني بارامتر مين؟ لينز. فروم يعني ابدا من واحد وخد لي 5 حروف كده، بقول له ابدا من واحد وخد كام؟ انا اقول له هلو جافا سكريبت اند جي كويري، وخليتهم كلهم لازقين في بعض. خلي بالك المسافات بتتحسب، فانا خليتهم من جنب بعض اهو. راجل ليه؟ اخليه يبدا من زيرو عشان ياخد معانا ايه؟ الاتش معانا. انا قال لي زيرو خد 5 حرف. طب ما تصلي على رسول الله، اللي انا قلت له ابدا من 4 وخد 5 حرف، حد عارف هيبدا من ايه؟ وياخد 5 حرف؟ خد 5. سب سترينج زي بالظبط سب اس تي ار بالظبط سب سترينج، الفرق ما بينهم ان سب سترينج لو انا فتحت البارامتر بياخد ستارت واند، التاني بياخد ستارت وكام حرف. هنا لو قلت له من 4 وخد 5 كده بقول له ابدا من 4 وقف عند 5، لكن دي بقول له ابدا من 4 وخد 5 حروف، فدي هيجيب كام حرف اللي تحت دي؟ حرف واحد، لان انا بقول له ابدا من 4 وانتهي عند كام؟ 5، فهو حرف واحد. نعم خلاص. طيب لو انا قلت له بقى السب اس تي ار ايه اللي يحصل؟ يبدا 4 ياخد 5 حروف. عرفنا الفرق يا غيث؟ طيب اسال سؤال بعد اذنكم، يعني ده بيبدا من عند كذا وينتهي عند كذا صح؟ لو انا قلت الراجل ده ابدا من عند زيرو، في فانكشن جميله يا شباب هنعرفها قدام وهتكلم عنها. بص كده شوف الفانكشن دي، شوف يا شباب اكس دوت لينس، اكس دوت مين؟ اكس دوت لينس دي مش فانكشن، ده بروبرتي، بتعد الحروف دي وترجع لك عددهم 1 2 3 4 5 6 على حسب بقى. شوف بقى كم حرف، كم حرف دلوقتي صح؟ طيب ايه رايك لو عملت كده؟ ده ما يترجع 16، اقول له كده بص، اقول له اكس دوت سب سترينج بتاخد من 0 لحد 16، حد محتار على الكلام ده؟ هياخد كم حرف كده؟ كل الحروف. ايه رايك لو انا قلت له من 0 ل 8 كده اللي هيحصل؟ نصها. طب ايه رايك بقى لو عملت كده؟ بدل ال 8 دي اقعد قلت له اكس دوت لينز، حد يزعل مني؟ كده هيجيب ايه؟ طيب ايه رايك بقى لو انا قلت له هو بدا من 0 لحد كام؟ اكس لينز. ايه رايك لو قلت له على 2؟ حد عارف كده معناه ايه بقى؟ نص مين؟ اللي هو اول 8 حروف. حد بقى يجيب لي اخر 8 حروف، اخر النص الاخير ده يا ابن النص الاولاني.
طب اعملها ازاي؟ مش عايز اركب ارقام، عايز اكتب كده. ايوه اقول له اكس دوت لينس على الاثنين لحد اكس دوت مين. ممكن غيس تجيب لي اخر حرف؟ اخر حرف هبدأ منين وانتهي على فين؟ هبدأ من اكس دوت لينس ناقص واحد عشان ابدأ من اللي هو قبل الاخير وانتهي عند مين؟ انا كده بجيب اخر واحد، ولا انت مش معايا ولا ايه؟ كده بقول له ابدأ من عند اكس دوت لينس ناقص واحد، ابدأ من عند 15. طيب ما هو ده اللي بقول لك عليه. طيب ممكن تجيب لي الثلاث حروف الاخر؟ ناقص ثلاثة. طيب حد يعرف يجيب لي اول ثلاث حروف؟ اول ثلاث حروف، ثلاث حروف براحتك شوف. الله عليك، بس زيرو لثلاثة خلاص، يعني مش لازم اقسم واتوقع. زيرو لثلاثة مش محتاج دي عملية حسابية، لكن التانية كانت محتاجة، صح ولا لا؟ الهدف ده من اللي انا بقوله ده تشغيل بس دماغ، يعني مش اكتر ولا اقل. لا هي بياخد من ستارت ويقف عند ايد، ما بيحسب، ما بياخدش مع الاخير، يبدا وينتهي عنك. طيب صلى على الفل بقى، لو قلت الحاجه دي تبقى انتوا تمام تمام تمام. هلو عايزين كلام كتير، كلام كتير. بص كده يا شباب، عايزين ناخد رقم راندوم يبدا من كذا وينتهي عن كذا، كل مره بيجيب لي كلام مختلف، باسورد كده مختلف بقى وحاجات وحركات والكلام ده كله. بص شوف الكلام مكتوب، انتوا طبعا بتقولوا هنا سب سترينج يبدا من كام؟ من زيرو، خد كام؟ قال اقول يا ريس ايه رايك لو عملنا فاريبل كده اسمه راندوم او سميته ماي راند، ماي راندوم او ماي ار راندوم ماس. طبعا لازم اقول له ماس دوت ايه؟ دوت راندوم. ماشي راندوم كده، اجيب له من زيرو كام؟ لوين؟ عايز اخليها رقم صحيح اقول له ماس دوت راوند واحط ماس دوت، بس دي هيجيب لي صفر وواحد، اضربها مثلا في 1000، الرقم ده هيجيب ايه؟ رقم صحيح من زيرو ل 1000. ايه رايك لو انا قلت له ابدا من زيرو وخد ار كده هيبدا ايه؟ دايما هيبدا من زيرو وياخد كام حرف؟ الله اعلم، صح ولا لا؟ مره يكليك، مره يكليك، هو بيزود ولا ايه؟ طب احنا عايزين نقلل بقى ال 1000 دي، خليها 100. حد شايف حاجه؟ طب انا عايز الارقام دي دايما دايما تبقى ثابته، لو عملت كده قولوا انتوا صح ولا غلط. ليه يا عم ليه بس؟ طيب ماس دوت راندوم ناقص 5. الله ينور عليك، شفت الراجل الطيب. بقى تحشر بقى شويه، ممكن اصلا تكون كاتينيت، يعني ايه؟ تجيب اربع ارقام واربع حروف وتلخبطهم في بعض عشان يحصل موضوع الباسورد الراندوم. بس الكلام ده مش مهندس مع الريفريش، هو حضرتك ما تقدرش تعمل الكود ده تحت فانكشن ولا ايه؟ عشان الناس لما يقول لها تاسك بتستار الموضوع، مش الكلام ده ممكن يتحط تحت فانكشن ولا ايه؟ ولا انتوا مش معايا؟ ولما كليك جنريت زي التاسك اللي ورطوا لكم، انا مش عارف انتوا ورطوا لكم ولا بتاع لوريم، مش عارف ده الناس حافظه التاسك كمان لما كنا 11 ايوه هو ده التاسك بتاعها. ايوه فين يا ريس؟ فين يا ريس؟ اه يا ريس، يلا يا ريس. اول حاجه يا ريس التاسكايه الحلوه الجميله دي، لما اغير كده يخلي لي اللون دارك، غير كده اظن دي مفيش اسهل منها،
ده مش بيختار اللون، ده انا عندي لونين، لون اسمه دارك وايت ولون اسمه مثلا مثلا جري مثلا. فالجري اهو لما يكون دي متعلم عليها تشيك مثلا لون اسود، نو شوف هتحلها ازاي. الفونت سايز اخدناها مثلا 50 يكبر لك الفونت. طبعا هو مش عاملها بشكل احترافي، بس ايه احنا بقى عايزين بقى ايه اللي هو حضرتك بقى البلس والماينس هنا، ايه بلس ايه ماينس، وعايز بقى محجومه اللي هو ما يزيدش عن 100 وما يقلش عن 20. شوف بقى الجنريت باسورد يا عم غيث عشان هتحل التاسك دي في البيت. جنريت باسورد، بص اللي بيحصل جنريت باسورد بقى راندوم خلاص. طيب تاني حاجه مش عارف، لا انت ما خدتهاش مش لسه مش تعرفوها مش تعرفوها، بس اقولها لكم يعني اقولها لكم، اللي عارف يعملها يبقى يعني تحدي منه هو فينا يا ريس. فين التحدي بتاعكم؟ انتوا عملتوا التاسك ده في البيت؟ التاسك ده يا شباب، ده التاسك، تعالى نعمل التاسكات.